يقوم مفهوم العدالة الاجتماعية على تحقيق الإنصاف لجميع أفراد المجتمع بحصولهم على فرص عادلة اجتماعياً واقتصادياً وسياسياً. وعرفت الأمم المتحدة العدالة الاجتماعية بأنها التوزيع العادل والرحيم لثمار النمو الاقتصادي. العدالة الاجتماعية هي أحد النظم الاجتماعية اللي بتحقق المساواة بين أفراد المجتمع. المساواة كيف؟ بإتاحة الفرص للجميع، بامتيازات التعليم، بإتاحة فرصة الطبابة. العدالة هي أساس الحكم وأساس الملك. فلمفهوم العدالة الاجتماعية مجموعة من المفاهيم الأخرى التي تشكل جمع ما يمكن أن نصل إليه في موضوع العدالة الاجتماعية، وهي العدالة الاقتصادية، العدالة التشاركية، العدالة التوزيعية، والعدالة الانتقالية. تعتبر العدالة الاجتماعية نظرية سياسية فلسفية تتبنى ضرورة النظر إلى أبعاد تحقيق العدالة التي تتجاوز القوانين المدنية والجزائية أو الأعراف الأخلاقية التقليدية التي تهتم بعدالة السلوك الفردي. العدالة الاجتماعية، وهذا العنوان طبعاً عنوان ذو شجون بالنسبة للسوريين، لأنهم لطالما قرعت أسماعهم بعنوان العدالة الاجتماعية ولم يلمسوا منها شيء. العدالة الاجتماعية تقتضي تساوي الفرص جميعا بين كل شرائح المجتمع وبين كل أبناء المجتمع في التوظيف، في التعليم، في جميع الحقوق وفي جميع الواجبات. فيما تهدف العدالة الاجتماعية للتركيز على تحقيق علاقات عادلة بين الفئات والمجموعات المختلفة داخل المجتمع، وتقع مسؤولية تحقيق العدالة الاجتماعية على الحكومات والمنظمات غير الحكومية والأفراد في كل مجتمع. تحقيق العدالة الاجتماعية بيوقع على ثلاث جهات، ابتداء من الأسرة ثم المجتمع والدولة. لنحكي عن الأسرة. الأسرة طبعاً لما تبني أسرة صح، بتبني أفراد صح بقيم، بأخلاق، بمبادئ، لما بتزرع فيهم روح المشاركة. العدالة التشاركية فهي إتاحة الفرصة لجميع المواطنين بحسب كفاءتهم لأن يكون لهم دور في مجال الحياة الاقتصادية في كل القطاعات الاقتصادية، صناعية، زراعية، تجارية. تنقسم قضايا العدالة الاجتماعية إلى فئتين أساسيتين متداخلتين، الأولى مرتبطة بالتعامل الاجتماعي. المجتمع وقت اللي بيكون عم بيتعامل مع بعضه بطريقة كمان التعاون والمحبة، لما بيكون ما في تمييز إن كان عنصري أو طائفي أو أي نوع من أنواع التمييز، بيكون المجتمع نوعا ما حقق كمان العدالة الاجتماعية. طبعا لتحقيق العدالة الاجتماعية في المجتمع لابد من الانطلاق أولا من حالة العقد الاجتماعي التي تبنى ما بين أفراد المجتمع بالجهة الأولى، بالإضافة إلى خلينا نقول السقف الذي يجمع أبناء المجتمع، هل هو سقف إقليمي، هل هو عشائري، هل هو قبلي. والثانية تتعلق باللوائح الحكومية غير المتكافئة، حيث تعتبر القوانين واللوائح الحكومية من مصادر الظلم الاجتماعي عندما يتم بناؤها عن قصد أو غير قصد لإقصاء فئة اجتماعية أو حرمانها من حق الوصول إلى نفس الفرص التي يصل إليها أفراد الجماعات الأخرى. الدولة لما بتسن قوانين لتحد من أي عنصرية أو بالعكس لتدعم أكثر نظام مثلا مثل نظام التكافل الاجتماعي، بهذاك الوقت أكيد يعني بتفرض العدالة الاجتماعية في إتاحة فرص للجميع بفرص العمل مثلا من دون أي تمييز بين أي شريحة وأخرى. الإنصاف من أهم مبادئ العدالة الاجتماعية،
الوصول إلى الموارد، المشاركة بصنع القرار للفئات المهمشة، وإن احترام حقوق الإنسان شرط لازم لتحقيق العدالة الاجتماعية. مقومات العدالة الاجتماعية أن يكون هناك عدالة اقتصادية بالإضافة إلى العدالة التشاركية والعدالة التوزيعية والعدالة الانتقالية. الإنصاف كانت على رأسهم اللي هي مرادف لكلمة العدالة التشاركية بين أفراد المجتمع. حقوق الإنسان وهذا أهم شيء واللي بنص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان هو أهم شيء بالحياة بكل المجتمعات، إنه الإنسان ينال حقوقه من حرية التعبير، من حرية الرأي، من حرية التعلم، من حرية الطبابة.